وبيلعب حاليا في الدوري البلجيكي الممتاز، بيلعب مع الكبار مع ستاندر ومع فريق اندرلخت واخرين على طول. تتلعب كلوب بروجا وسيودو بو، هدف 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 اتخطف، قلت لكم هدف حلو جدا جدا محدش كان يتوقع، لكن كره ادي بوبا حطها بدماغه. لا ده تحذيرات الحكم ليه جابت نتيجه ولا ايه؟ تحذيرات الحكم ليه جابت نتيجه ولا ايه؟ ادي الضربه الركنيه وده على طول تتلعب كره ساقطه، وده هنا بوبه، ولكن الحقيقه يعني شوفوا اتلعبت ازاي، عدت حطها بوبه وفي مرمى كوارشي، في مرمى اللاعب محمد احمد عبد العظيم الشهير بكوارشي، يعني افضل من اي سترايكر وافضل داخل الشباك. نتابع مع بعض، ادي فتحي مبروك اللاعب رقم 15 واللعب على المساحات وكره ساقطه، وده هنا الفيومي تعدل كله، ممكن الفيومي هوبا جول 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 الفيومي، الفيومي كرة ساقطة خلف المدافعين ولا اللي يعني الفيوم يخدع الجميع ويعد ويفوت وتسقط الكرة من فوق الحائط. دلوقتي ادي الكرة الساقطة، شوف اللعب على ادي هيثم طلع وخطأ قاتل والزاحفة الارضية، وويليام منسا يحاول، ولكن يحاول ازاي؟ هنا ويليام منسا ساقطة والفيومي تعدي وتجيله كرة بعد ما عدت من هيثم محمد وحطها، ومنسا عايز يطلعها ولكن الكرة تحتضن الشباك وطلع. فين هيثم محمد؟ خروج غير يعني موفق، لها الطموحات ان هي تتواجد في الدوري الممتاز المصري وتبقى في الدوري الممتاز المصري، ولكن ما تحكموش لسه بدري، لسه بدري. ادي والتر مويس الحقيقه المدير الفني البلجيكي ظاهره النتيجه على وشه، ضربه حره تلكم من قبل درب منتخب بلجيكا، لكن فين الكره البلجيكيه؟ مش موجوده دلوقتي على الساحه الاوروبيه بشكل كبير. اوبا الله 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 الله، بص شوف رضا العزب بيعمل ايه، سكوت هنسدد ويصمت الجميع وتتحدث اقدامك انت انت يا رضا العزب، تسديده حلوه حلوه ورايحه رايحه علشان تعانق الشباك علشان الهدف الثالث ياتي، هدف جميل جميل. شبيطه واكتر من لاعب الحقيقه، علاء عيسى حوالين الكوره، وادي اللاعب الحصري، وادي هنا يلعبها حلوه، الله 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 الله، كاننا بنتوقع الهدف، للهدف الاول جميل 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 لوادي دجله محمد الحصري. بص شوف محمد الحصري علقها على طريقه ايدر، على طريقه سكرات، نعم هناك فوارق في المستوى ولكن ما فيش فرق ابدا في التسديد في الكره اللي فاتت، نفس الطريقه نفس الشكل نفس الاسلوب، هو ركنها اكتر ما هو سددها، يعني الفتاح والاغا، وممكن هدف ممكن هدف، هوبا عايز ايه؟ ركله جزاء ولا ايه؟ ركله جزاء، ركله جزاء سليمه، ركله جزاء من حكم اللقاء وايمن سعيد، ايمن سعيد قلت لكم من شويه بيرتكب هنا، ادي الكره اللي فاتت، وادي بقى وائل عبد الفتاح، وادي الكره الاغا، وادي هنا بقى واخد على صدره، واه ده مصطفى مشير يبقى لو في انذار كان هيبقى ليه مصطفى مشير، او لو في 3-2 ولا ايه؟ ده عبد الفتاح الاغا، الاغا داخل، الاغا السوري، هوبا 3-2 3-2 الاغا الاغا الاغا، واتحاد الشرطه 3. بصوا شوفوا الكوره، شوفوا الاوضاع، شوفوا المعايير، قلت لكم كره القدم اديها تديك اعطيها تعطيك حتى اللحظات الاخيره.